يا ترى شو هي الحقيقة اللي عرفتها ماما عن بابا؟ والمشكلة بعد فوات الأوان. معقول يكون عم يتاجر بالمخدرات؟ طبعاً شكله بيسمح له. طول بعرض معضلات. إيه مشان الله اسكتوا أنتوا الاثنين. بابا بمسكة ما بيعرف يتاجر لحتى يتاجر بالمخدرات، بعدين بحياته ما دخن سيجارة. معناته بجوز كتير يكون تاجر أسلحة. مظبوط، وبالعلامة هو صييب. صييب؟ ما حدا بيغلبه بلعبة الأسهم وقت نروح على مدينة الملاهي. إيه رح تجيبولي العصبي انت وياه، لو كان مثل ما عم تحكوا كنا صرنا فوق الريح. بجوز مدكن لحتى ما نطمع فيه. موضوع أكبر من هيك بكتير. حدسي عم بيقلي بابا متجوز وحدة تانية. بجوز عنده أولاد أكبر مني ولا أصغر مني؟ وممكن كتير يكون متجوزها قبل ماما. وهلأ ماتت وجايين أولادها يقاسمونا على الورثة. أنا ورثي يعني بعد عمر طويل. أنا ما بسمح لحدا ياخذ لي طابتي. طمن، ما حدا رح يطمع بطابي بنفسي. هلا اختلفتوا انت وياه على الورثة ونسيتوا المشكلة الأصلية؟ بالعكس يا أختي، نحن عم نعالج الموضوع بشكل عملي بعيد عن العواطف. أيوه هذا هو يا شكيب، برافو شكيب، بعيدا عن العواطف. بيتنا رح ينخرب وحضرتك لساتك بعيد عن العواطف. لك شو المطلوب؟ مو مطلوب غير العواطف. أنت بترضى إنه سامي هالطفل الوديع ينحرم من أمه وأبوه وهو لسه ما شبع من طفولته؟ ماما، ولا أنت تسقط بالبكالوريا وتفقد أهم فرصة بأنك تصير أحسن جراح بالبلد؟ هلأ عرفت ليش بدي أسقط بالبكالوريا. هني السبب. ولا أنا مين بدي يرضى فيي؟ على كل الأحوال وضعك صعب، في هون وبلاهم. معلش رح اتجاوز هالإهانة ودوس على مشاعري الشخصية، كرمال شيء أهم هو إنقاذ العائلة من الحريق اللي بده ياكله الأخضر واليابس. لكن جيبوا الإطفائية أوام.